بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي ومولاي حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن حسين وولي عهده الأمين سمو الأمير حسين، حفظكم الله ورعاكم. باسمي وأسماء أبناء قبيلة المساعيد نرحب بكم أجمل ترحيب بزيارتكم الكريمة لمحافظة المفرق في هذا اليوم المبارك، حيث حظينا بزيارتكم لنا خلال شهر رمضان المبارك للبادية الشمالية، وأن زيارتكم هذه ما هي إلا تأكيد من جلالتكم على حبكم لشعبكم والتي زادتنا فرحا وسرور حبا وشوقا لمليكنا الغالي للقاء أبناء شعبه. سيدي ومولاي، في ظل الظروف المتهبة التي تشهدها المنطقة حاليا نؤكد على وقفنا خلف قيادتكم الحكيمة بأي موقف وقرار تتخذونه، مؤكدين على حرص جلالتكم الدائم على تحقيق السلام العادل في المنطقة والدفاع عن القضية الفلسطينية بكل ما أوتيتم من قوة وتقديم على الدعم لأهلنا في غزة. سيدي ومولاي، سنبقى على العهد والوعد والجند الأوفياء المخلصين الصادقين للعرش الهاشمي ووطننا الغالي، ونبديكم بالروح والمهج سائلين المولى عز وجل أن يحفظ جلالتكم ووطننا الغالي وأسيادتنا الأمنية وقواتنا المسلحة، والتي بفضل الله ثم قيادتكم الحكيمة لا تزال تسير ببر الأمان وننعم بها ونعيشها معكم. سيدي ومولاي، أدام الله علينا نعمة الأمن والأمان وحفظكم الله ورعاكم، ابنكم المخلص عبد الرزاق عواد الزاع صور من قبيلة المساعيد.